السلام عليكم. الفيديو ده ان شاء الله هيكون internal force للبيم بارت 2. عايزين نتعامل مع البروبلم الاولانيه. الستراكشر اللي قدامي ده عباره عن بيم. البيم دي متشاله على السبورت اللي عند نقطه بي، واللينك ممبر ده شددها. تمام، عندي 3 رياكشن حطيتهم. اللينك ممبر بيظهر رياكشن في الاتجاه بتاعه، وعند الانش في اكس في واي. حسبت رياكشنات ازاي؟ وقفت عند نقطة B، خدت المومنت، جاب لي الرياكشن اللي في اللينك ممبر، سيجما اف اكس وسيجما اف واي، جبت الرياكشنات اللي عند السبورت. طب في حل تاني للرياكشن بتاعي عند اللينك ممبر؟ في حد ممكن يقولي انا هتعامل مع ده از هنج. ما هو في الاول في الاخر نقطة A دي هنج، بدل ما افرض رياكشن في اتجاه اللينك هفرض اكس وواي. طب اكس وواي انا كده زودت عندي معادلة زيادة، بقى عندي 2 عند A و2 عند B. ما هو انا برضو هقدر استغل الانترميديت هنج بتاع اللينك اللي هنا ده، واخد سيجما المومنت للابر بارت بتاعه، فهيقدر يجيب لي معادله تربط لي الاكس والواي اللي عند نقطه A. ده صح وده صح، ان انا افرض رياكشن في اتجاه اللينك تمام، ان انا افرض رياكشنين عند الهنج هيطلعوا لي برضو نفس النتيجه. يعني كان هيطلع لي عندي 12.5 في الاكس و12.5 في الواي، اللي هو في النهايه هيجيب لي في اتجاه اللينك 12.5 روت 2. بعد ما خلصت حسابات الرياكشنات، تعال نفتكر احنا كنا بنعمل اللينك ممبر ازاي. ايه الانترنال فورس اللي بتظهر في اللينك ممبر؟ اتفقنا ان الانترنال فورس اللي بتظهر في اللينك ممبر بتكون في اتجاهه، اكسيال فورس. يعني ايه في اتجاهه؟ يعني هتعمل لي نورمال فورس بس، ولا في شير ولا في مومنت. طب احسبها ازاي؟ محتاجه ان انا اقطع في اللينك. طب لو قطعت في اللينك ايه اللي هيحصل؟ هاجي ابص لنقطه ايه كده، ايه اللي هيحصل فيها؟ في رياكشن بيشدها لبره اللي هو 12.5 روت 2. طب عشان النقطة دي تتزن وما يحصلهاش انها تتشد لبره، يبقى لازم هيتولد لجوه شد كده بنفس الفاليو اللي هي 12.5. يبقى اللينك ممبر اتولد فيه internal force قيمتها 12.5 root 2 وفي الدايركشن ده. طيب ليه السهمين؟ قلنا ان انا الانترنال فورس بتاعت اللينك بحطها سهمين عشان لما يرجع اللينك سليم يلاقوا بعض. السهمين دول بيمثلوا الفورس اللي في اللينك ده، تنشن ولا كومبريشن. السهم ده بيشد الجوينت القريبه منه، السهم ده بيشد الجوينت القريبه منه، يبقى الفورس اللي اتولدت في اللينك تنشن. نيجي بقى لرسمته. انا هنقل المساله زي ما هي، تمام، المساله زي ما هي لان ده الديتوم بتاعي. طب نخلص من اللينك على طول. اللينك بيظهر الفورس بتاعته كنورمال، واتفقنا ليه؟ لانها في اتجاهه، وكان تعريف النورمال فورس هي الفورس اللي في الدايركشن بتاع الممبر. اجي ارسم لللينك ممبر. طب اللينك ممبر الرول بتاعت الرسم بتقول ان انا بتحرك بيربنديكولار على الديتوم بتاعي، يبقى انا لما اجي ارسم بالنسبه لللينك انا هتحرك عمودي عليه. طيب الفورس بتاعتي اللي هي 12.5 روت 2 دي بتتغير من بدايه اللينك لنهايته؟ لا، دي ثابته من بدايه اللينك لنهايته. يبقى انا كل اللي هعمله ان انا هاجي عند اللينك واتحرك عمودي عليه اللي هو بالفاليو بتاعتي، ودي هتفضل ثابته من اول لاخر اللينك. لان انا كاني رسمت بلوك على اللينك كده، القيمه بتاعته ثابته بال 12.5 روت 2. طب الساين بتاعته، الساين بتاعته بحدد الساين بتاعت اللينك ازاي. الفورس دي تنشن ولا كومبريشن؟ احنا في البدايه خالص قلنا انها تنشن، يبقى انا هحط الساين بتاعتي بوزيتيف واعمل الهاتشنج بتاعي اللي هو العمودي على الديتوم، الديتوم بتاعي اللي هو اللينك، يبقى هرسم عمودي عليه. كده انا خلصت وارتحت من اللينك بتاعي خالص. طب اجي بقى للبيم الاصليه، عايز ارسم النورمال فورس فيها، هعمل ايه؟ قلنا برضو لو انا عندي لينك ممبر عشان ما اتلخبطش هبدا ان انا اشيله واحط الايفكت بتاعه، الايفكت بتاعه اللي هي الفورس بتاعته. لما اجي اشيل اللينك ده الفورس اللي هنا دي بتعمل ايه؟ بتعمل شد كده قيمتها 12.5 روت 2. يبقى انا لما اشيله هحط الفورس بنفس الدايركشن وبنفس الفاليو. ليه؟ عشان ما انساهاش وانا برسم، سواء كان النورمال او الشير او حتى المومنت على البيم. نيجي للبدايه. طبعا ال 12.5 روت 2 دي الاول هيحصل لها ريزولف في الاكس وفي الواي. انا عندي زاويه 45، يبقى عندي 12.5 اكس و 12.5 واي. نيجي للبدايه خالص. ايه النورمال فورس عندي في البدايه؟ اللي هو الفورس اللي في اتجاه البيم اللي هو الافقي هنا، ما عنديش حاجه، فالنورمال فورس هنا في السكشن بزيرو. هاجي اتحرك من السكشن ده للسكشن اللي بعده، البيم بتاعتي ما بينهم فاضيه، ما فيش حاجه تغير لي النورمال فورس، فالنورمال فورس بتاعتي بزيرو، يبقى هحط الزيرو. طبعا دي قاعدة الاشارات اللي هشتغل عليها. طيب وصلنا لحد السكشن ده، ايه اللي هيظهر عند السكشن ده؟ في ظهر نورمال فورس؟ في ظهر ال 12.5. طب الاشارة بتاعتها موجب ولا سالب؟ برضو احنا اتفقنا ان انا من اول المسألة لحد نهايتها
في رسمة النورمال وفي رسمة الشير أنا شغالة من ناحية الليفت سايد، يبقى أنا شغالة على الإشارات بتاعة الشمال. طب الإشارة بتاعة الشمال بتقول إن 12.5 دي بالنيجاتيف، يبقى أنا هنزل عند النقطة دي عمودي لتحت كده بال 12.5. من السكشن ده للسكشن اللي بعده ما عنديش حاجة تغير لي النورمال، يبقى هفضل ماشية كونستانت لحد ما وصلت عند نقطة بي قابلني بوزيتيف 12 وأنا كنت بالنيجاتيف طلعت للزيرو. الرسمة كلها تحت الديتوم، يبقى أحط النيجاتيف ساين وأحط الهاتشنج. رسمة الشير هاخد نفس المسألة الأصلية وأحطها الديتوم بتاعي. طب اللينك الشير عليه بيساوي كام؟ اتفقنا إن اللينك ما بيظهرش فيه غير أكسيال فورس، يبقى لا فيه شير ولا فيه مومنت، يبقى أنا كده سهلت على نفسي، أجي على اللينك وأحط له زيرو، ملوش رسمة عندي في الشير. طب نبدأ الشير، أنا هشتغل من ناحية الشمال، هطلع مع الطالع وأنزل مع النازل. طب في البداية عندي الشير بنيجاتيف 5 نازلة، يبقى أنا هتحرك عمودي لتحت 5. طب من السكشن ده للسكشن اللي بعده البيم فاضية، مفيش حاجة تغير لي الشير، يبقى هفضل ماشية بالنيجاتيف 5 كونستنت لحد ما وصلت عند النقطة دي. طب ايه اللي هيغير لي قيمة الشير؟ الانترنال فورس بتاعة اللينك، عشان كده قلنا نشيل اللينك ونحطها، لو انا ما كنتش شلت اللينك كان ممكن انساها. طب الانترنال فورس دي طالعة اللي هي 12.5 وانا نيجاتيف 5، يبقى هطلع لحد بوزيتيف 7.5. من السكشن ده للسكشن اللي بعده اللي هو عند نقطة بي ظهر شير فورس، الشير فورس ده كل ما اتحرك على البيم كل ما هيغير لي قيمة الشير. طيب الافكت ده بنعمله ازاي؟ بيبقى خط لينير، بحسب الشير في بدايتي واحسب الشير في نهايتي واوصل بينهم. طب الشير في النهاية عندي احسبه ازاي؟ قدامي طريقتين، اول طريقة ان انا احسب الشير عند السكشن ده من ناحية اليمين المرة دي. طب لو انا حسبته من ناحية اليمين في ايه اللي هيظهر عندي؟ في ال 4.5، ال 4.5 دي من ناحية اليمين ونازل موجب ودي طالعة، يبقى بالسالب، يبقى انا هاجي هنا وانزل لتحت سالب 4.5 واوصل. طب في حد تاني هيقولي لو انا عايزه احسبها من الشمال، هقول له والله هاجي من الشمال هتحرك من السكشن ده للسكشن ده، الشير فورس اللي ظهر عندي اللي هي نيجاتيف 12، طب انا كنت بوزيتيف 7.5 قابلني نيجاتيف 12، يبقى هيوصلني برده لنيجاتيف 4.5 واوصل بينهم. ده كده الخط ده بيظهر قصاد اليونيفورم لود في الشير عشان يبين لي ان انا كل ما بتحرك على البيم كل ما قيمه الشير بتاعتي بتتغير مش ثابته. وصلت للسكشن ده قابلني ال 4.5 قفل معايا للزيرو، ابدا احط الساين بتاعتي تحت الديتوم نيجاتيف والفوق بوزيتيف واحط الهاتشنج. رسمه المومنت نفس الكلام، اللينك زيرو ما بيشيلش مومنت، اخلص منه على طول. طيب ابدا هنا في اول المساله في عندي كابل، المفروض ان انا في الكابل باخد سكشن قبله وسكشن بعده في المومنت، لو انا جيت خدت سكشن قبله وبصيت من ناحيه الشمال فانا ما عنديش حاجه فالمومنت بزيرو. طب لما اجي اخد السكشن اللي بعده وابص برده من ناحيه الشمال هلاقي ان في الفور بتاعه المومنت والتنشن سايد بتاعي تحت، فانا برسم مع التنشن سايد يبقى انا عندي فور لتحت، او انا لو مش هرسم تبع التنشن سايد هرسم تبع الاشارات بتاعتي، فالاشارات بتقول ان الكلوكوايز من ناحيه الشمال هو الموجب، فانا الفور دي بتلف كلوكوايز، واتفقنا في المومنت ان الموجب هو اللي تحت الديتم، فانا برده نزلت للفور تحت الديتم. من السكشن ده للسكشن ده ما فيش حاجة، خلاص انا ما عنديش مكان اقف احسب عنده غير السكشن التاني. طب وقفت عند السكشن ده وحسبت المومنت، احسبه من الليفت كلاود بتاعي، فيبقى في عندي الفور كلوكوايز وفي عندي الفايف تايم تو انتي كلوكوايز، ابدا اجمع الاتنين بالدايركشن بتاعهم، جاب لي سيكس والتنشن سايد لفوق اوصل ما بينهم. طب اوصل ما بينهم ايه؟ البيم بتاعتي فاضية مفيش في الجزء ده يونيفورم لود، يبقى التوصيل عندي سوليد لاين. السكشن اللي بعد كده فين فين فين؟ ما عنديش غير السكشن اللي في النهايه. طب اقف واحسب عنده، اقف واحسب عنده ازاي؟ بزيرو، انا لو حسبت من ناحيه اليمين بزيرو، لو حسبت من ناحيه الشمال اكني باخد الاكليبريم ايكويشن بتاعه المومنت، فالمومنت عندي هنا بزيرو، اوصل الزيرو بالسيكس. طب اوصلها ايه؟ في هنا يونيفورم لود، يبقى التوصيل بتاعي داش لاين عشان اعلق البرابولا. البرابولا دي قلنا ان انا جبت الفاليو بتاعتها في البدايه، الفاليو بتاعتها في النهايه، وباجي من النص، من النص بتاع الداش لاين بنزل عمودي على الديتم، الديتم بتاعي اللي هو الهوريزونتال، يبقى انا هنزل فيرتيكال كده دبليو ال سكوير اوفر 8، الدبليو هو الانتنسيتي اوف لود اللي هو 3 تايم 4 اللي هو اللينس بتاعي، طبعا 4 سكوير اوفر 8 هيجيب لي الدروب ده. طب هو الدروب ده هو قيمه المومنت عند النقطه دي؟ لا، الدروب ده هو المسافه من الداش لاين لحد البارابولا نهايتها هنا او لحد النقطه دي. طب لو انا عايز اعرف المومنت هنا بيساوي كام، هاجي اقول له طيب انا محتاجه اعرف المومنت عند النقطه دي بيساوي كام. طب الفاليو بتاعه النقطه دي اصلا كام؟ لو انا جيت بصيت للتريانجل بتاعي ده
الهايت بتاعه اللي هو الهايت بتاعه 6 قصاد اللينس 4، وبصيت للتريانجل التاني ده اللي هو الهايت بتاعه انا مش عارفاه من الديتم لحد الداش لاين مش عارفاه قصاد اللينس 2، هقدر اعمل سيميلاريتي، فهيطلع ان الهايت بتاعي ده هو هاف الهايت بتاع ال 6، يعني المسافة من الديتم لحد الداش لاين النقطة دي المسافة دي 3، اللي هي المسافة دي 3 تمام. طب التلاتة دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ التلاتة دي واقعة فوق الداتا فهي بالنيجاتيف، وانا عندي الدروب بتاع البارابولا كله من الداش لاين لحد البارابولا هي بوزيتيف 6. طب لو انا قلت نيجاتيف 3 بوزيتيف 6 يبقى هيوصلني للقيمة اللي هنا انها بوزيتيف 3، يبقى المومنت عندي هنا هو ب 3 تون متر. لو انا عايز احسب انا وصلت المومنت قيمته كام عند النقطة دي، حط بقى الساين بتاعتي والهاتشنج. بروبلم كمان A B C، البيم اللي قدامي دي احنا بنسميها كانتليفر بيم او كونتينيوس بيم، ليه؟ لانها مكمله معايا، يعني مش سيمبلي بيم هنج ورولر بس، لا ده انت كمان زاد عندك انترميديت هنج وزاد وزاد السبورت اللي هو السي. طيب عايزين نحسب رياكشنات المساله دي، انا عندي كام رياكشن؟ عندي 4 رياكشن، 2 1 1 في الايكوليبيوم ايكويشن 3، وفي الانترميديت هنج هيديني معادله اللي هي الكونديشن ايكويشن ليفت او رايت، يبقى انا عندي 4 ايكويشن مع 4 انون، فانا هعرف احل المساله تمام. بس انا المره دي هحلها بطريقه مختلفه. ايه الطريقه المختلفه؟ ان انا هاجي افصل في البيم، الكونتينيوس بيم او الكانتليفر بيم دي انا اقدر افصل فيها، بس مش في اي مكان في البيم اقدر افصل، المكان الوحيد اللي اقدر افصل فيه في البيم هو مكان الانترميديت هنج. دي طريقة تانية لحساب الرياكشنات. طب انا لو فصلت عند نقطة E ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان البيم بتاعتي اتقسمت لي جزئين، البيم من A ل E والبيم من E ل C. طيب تعال نبص للبيم من A ل E، فيها كام unknown؟ فيها عندي 3 ال X والاتنين Y. طيب البيم دي اقدر احلها بكام equation؟ انا عندي التلاتة condition equation بتوعي، سيجما ال X وسيجما سوري 3 equilibrium equation، سيجما ال x وسيجما ال y وسيجما ال moment equal 0، يبقى 3 equation مع 3 unknown، يبقى انا هعرف احل البيم دي. والبيم دي برضو خلينا نقول انها ستيبل، خلينا نقول ان المفهوم الصغير للستيبل دلوقتي هو ان عدد ال equation بتساوي عدد ال unknown. احنا هنتكلم عن الاستابيليتي في فيديو لوحده وازاي نقدر نحكم الستراكشر ده ستيبل ولا انستيبل، بس خلينا نتكلم ان المفهوم الصغير هنا ان عدد ال equation بيساوي عدد ال unknown، فانا البيم اللي هي ال EE دي ستيبل، ستيبل يعني متزنه وشايله نفسها. نفس الكلام هطبقه على البيم اي سي، البيم اي سي دي فيها كام انون؟ فيها واحد. طب وعندها كام ايكويشن؟ ثلاثة. الاكوليبريم ايكويشن دول ثابتين في اي مساله، ثلاثة سيجما الاكس وسيجما الواي سيجما الموند ايكوال زيرو. طب انا عندي ثلاثة ايكويشن وعندي واحد انون، فالبيم دي بنسميها انستيبل، ستاتيكالي انستيبل. يعني ايه؟ يعني البيم دي مش متزنه اللي هي الاي سي. طب ازاي؟ ما هو انا البيم كلها كانت متزنه، الاي سي كانت متزنه، ازاي بقى الاي سي مش متزنه؟ قال لك ان الاي سي متزنه عشان سانده على الاي اي او متشاله عليها، لكن لوحدها كده مش متزنه. طب اترجم متشاله عليها ازاي؟ انا كده ما ينفعش احط الاثنين على نفس اللاين طالما فصلت، لا انا هقول له ان البيم دي متشاله على البيم اللي هنا عشان كده حطيتها فوقيها. طب انا بقى كستراكشر اترجم انها متشاله عليها ازاي؟ يعني انا هعرف ان دي متشاله على دي، يعني الاحمال من دي هتتنقل لدي ازاي؟ عن طريق ان نقطه اي دي هحط عندها سبورت، سبورت اللي هو هنج او رولر او فيكسد. اه بس ما ينفعش ان انا اقول ده او ده او ده، في حاجه ما ينفعش احطها، الفيكسد. ليه؟ لان انا نقطه اي اصلا في اصل المساله هو انترميديت هنج. طب الانترميديت هنج سامح بالدوران، المومنت عنده بزيرو، يبقى انا لو جيت حطيت عند نقطه اي فيكسد فانا كده منعت الدوران، فانا كده غيرت في الاستراكشر بتاع المساله. يبقى نقطة الانترميديت هنج لو انا فصلت عندها ما ينفعش ابدا احط فيكسد، يا هنج يا رولر. ليه؟ لان الاتنين بيسمحوا بالدوران. طب انا احط هنج ولا رولر هنا؟ هقول له والله على حسب المسألة ناقصها كام ايكويشن، كام انون وتبقى متزنة. انا عندي هنا انون واحد، يبقى انا ناقصني اتنين. طب الاتنين دول يبقى هنا هحط له هنج كده، هاجي عند نقطة اي واروح حاطه له هنج. ده كده ترجمة ان نقطة اي متشالة على البيم اللي تحت اللي هي الاي اي. طب سيكونس الحل هيبقى ماشي ازاي؟ ينفع احل البيم اللي هي الاي اي الاول؟ لا، انا بحل اللي متشال وبعد كده احل الشايل. ليه؟ لان انا في عندي هنا نقطه اي دي هيظهر فيها رياكشنات، الرياكشنات دي هتتعكس على البيم اللي تحت. طب ليه هتتعكس؟ بنفس الفاليو بس هتتعكس، عشان لما اجي اجمع المساله مره كمان وترجع سليمه زي ما هي، نقطه اي دي انترميديت هنج ما عندهاش اي فورس، ما عندهاش اي رياكشن،
فلما اجي اجمع دي ودي مع بعض هيلاشوا بعض، فترجع ان المسألة هنا ما فيهاش اي رياكشن. يبقى انا كده محتاجة ابدأ احل البيم الاولانية اللي هي السي اي. طب احلها ازاي؟ بالإكوليبريم ايكويشن. طبعا انا ما حطيتش اكس هنا رياكشن لان ما عنديش فورس في اتجاه الاكس. اجي اخد سيجما المومنت عند نقطة اي فهطلع رياكشن اللي هو الواي سي، طلع بالنيجاتيف. سيجما اف واي هطلع رياكشن الواي اي، وسيجما اكس اتفقنا ما عنديش رياكشن اكس. كده انا جبت رياكشن اللي هو اي اللي انا محتاجاه عشان اعرف احل البيم اللي تحت اللي هي الاي اي. فكل اللي انا هعمله ان انا هاجي اشيل الواي اي دي واحط الفاليو بتاعتها اللي هي 0.75. انا ده كده اللي انا كنت محتاجاه. ابدا بقى اشتغل على البيم اللي هي الاي اي. سيجما المومنت عند نقطه اي هقدر اجيب رياكشن الواي بي، سيجما واي هعرف اجيب رياكشن اللي هو الواي اي، سيجما الاكس هعرف اجيب رياكشن اللي هو الاكس اي. كده انا حسبت الرياكشنات بتاعتي بالطريقه التانيه. يبقى انا طريقه الفصل عرفت ازاي افصل واعرف احدد مين شايل مين على اساس مين متزن ومين مش متزن. ما كنتش حابه الطريقه دي واحل المساله بالطريقه الاولانيه اللي هو ادخل معايا الكونديشن ايكويشن واشتغل عليه وهي سليمه، ده صح وده صح. مفيش حد بيجبرك على طريقه معينه في الحل، كل واحد بيرتاح في طريقه يقدر يستخدمها. بعد ما خلصت رياكشناتي هاجي بقى على المساله واحط رياكشنات بالدايركشن بتاعتها الصح عشان ابدا ارسم على طول. طب انا عندي كام سيكشن؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7. اتفقنا من اي تغير بيظهر على البيم هنزل سيكشن. طب انا عندي هنا هنزل بالسبعه دول فيرتيكال لاين وابدا ان انا ارسم البيم 3 مرات عشان ارسم النورمال والشير والمومنت. نيجي لرسمة النورمال. أنا بادئة من الشمال، من الشمال وخارج لبره هو البوستيف، فهلاقي إن السكشن ده عليه بوستيف 3 روت 2، يبقى أنا هطلع لفوق كده بالفاليو دي. من السكشن ده للي بعده هفضل ماشية بيها كونستانت. وصلت عند ال 6، طبعا ال 6 دي هتجيب لي في الإكس دايركشن هي 6 كوزاين 45، طبعا في الاتجاه أو بالإشارة النيجاتيف لأن أنا شغالة بجمع من ناحية الشمال. فهتلاقي ان ال 3 روت 2 بوزيتيف وقابلها نيجاتيف 3 روت 2 فقفلت معايا للزيرو. الرسمه دي اترسمت فوق الداتا، احط الاشاره بتاعتي الموجب والهاتشنج. من هنا لحد نهايه المساله انا ما عنديش اي هوريزونتال فورس او ما عنديش اي اكسيال فورس، ما عنديش قوه في اتجاه الممبر، يبقى معنى كده ان النورمال فورس عندي ايكوال زيرو. نيجي بعد كده لرسمه الشير. هبدا من البدايه السكشن ده الاشاره بتاعتي انا شغاله من ناحيه الشمال، فانا هطلع مع الطالع وانزل مع النازل. طب اول سيكشن عندي فيه 5.24 ده طالع لفوق، يبقى انا عندي بوزيتيف هطلع لفوق كده بال 5.24. السيكشن ده اللي بعده البيم فاضيه ما عليهاش حاجه تغير لي قيمه الشير، فانا هفضل ماشيه بالفاليو دي كونستانت لحد ما وصلت هنا. الكومبوننت بتاع ال 6 في الواي دايركشن هتبقى بالنيجاتيف 6 ساين 45 بالنيجاتيف، يبقى انا هنزل لتحت لحد بوزيتيف 1. من السكشن ده للي بعده ما عنديش حاجه تغير لي الشير، فانا هفضل ماشيه بالكونستانت اللي هو بوزيتيف 1. وصلت هنا لقيت ان في نيجاتيف 8، يبقى هوصل لنيجاتيف 7. من السكشن ده للي بعده البيم فاضيه همشي كونستانت قابلني بوزيتيف طالع لفوق. انا كل ده بجمع من الشمال 7.75 بالبوزيتيف، وانا كنت نيجاتيف 7 يبقى هطلع فوق الديتم ب 0.75. من السكشن ده للسكشن اللي بعده ما عنديش حاجه تغير للشير، ولا عندي الانترميديت هنج ده عمره ما بيأثر في الفاليو بتاعه الشير، يبقى تمام. ال 0.75 دي ماشيه معايا ثابت، ولا الانترميديت هنج ولا الكابل ده هيأثر لي في حاجه، فانا هفضل ماشيه بال 0.75 ده كونستانت لحد اخر البيم. خلاص ما عنديش حاجه هنا تغير لي قيمه الشير لحد ما وصلت لنقطه سي. في عندي نيجاتيف 0.75 قفلت معايا المساله. كل الاشارات بتاعتي اللي فوق بوزيتيف واللي تحت نيجاتيف، واعمل الهاتشنج. الانترميديت هنج ده ولا بيأثر في رسمه النورمال ولا بيأثر في رسمه الشير، هو بس هيأثر في المومنت. ليه؟ لان احنا عارفين ان الانترميديت هنج المومنت عنده بزيرو، فكل اللي هيحصل ان انا هاجي عند الانترميديت هنج واحط في المومنت زيرو بس كده. نيجي لرسمه المومنت. ابدا في البدايه المومنت هنا بزيرو. السكشن اللي بعد كده هبدا ان انا احسب من الليفت كلاود، فعندي 5.24 تايم 2 بيلف كلوكوايز الديل السهم اللي هو التنشن سايد تحت الديتون، يبقى انا هنزل عمودي لتحت كده بالفاليو اللي هي ال 10 وابدا اوصل ده بده. طيب التوصيل هنا عندي شينيفر ميلود، يبقى التوصيل عندي سوليد لاين. سيكشن اللي بعده برضو هبدا اشتغل من الليفت كلاود، هبدا اقول له ال 5.24 تايم ال 4 بتلف كلوكوايز. في كمان الكومبوننت بتاعي ال 6 في الواي
في اللي هو في الواي دايركشن اضربها في التو، فالمحصله بتاعت الكلام ده كله هيجيب لي ان التنشن سايد لتحت، فانا عندي الفاليو دي لتحت واوصل خط. اجي عند سيكشن بي احدد هحسبه من الشمال ولا هحسبه من اليمين، هحسبه من الشمال، اضرب كل فورس في المسافه بتاعتها واتاكد من الدايركشن اللي انا شغال عليه. في النهايه خالص جاب لي ان التنشن سايد لفوق، يبقى انا عندي الفاليو اللي طلعت عند نقطه بي المومنت بتاعها فوق الديتم. هوصل 1.5 بي اللي قبلها برضو سوليد لاين. هاجي عند نقطة اي، نقطة اي ده انترميديت هنج، المومنت عنده بزيرو، فعندي هنا الفاليو دي زيرو. السكشن اللي بعده، السكشن اللي بعده ده مومنت كابل، هاخد قبله سكشن وبعده سكشن عشان اظهر الافكت بتاع المومنت ده في رسمة المومنت ده البيندنج مومنت دايجرام. طب السكشن اللي قبله تمام، هحسبه من ناحية الشمال ولا من ناحية اليمين؟ فانا شايفة ان السكشن ده لو حسبته من الرايت كلود ده اسهل، ان انا احسبه من الرايت كلاود ده اسهل بالنسبه لي. طيب ايه المومنت اللي ظهر عند السكشن ده؟ في ظهر عندي ال 0.75 تايم 2. ده بيلف ازاي؟ ده بيلف كلوكوايز اهو بالاتجاه ده. طب في ايه تاني جوه الكلاود؟ في ظهر معايا البيندنج مومنت اللي هو ال 3. طب ده بيلف ازاي؟ ده بيلف انتي كلوكوايز، احطه بالدايركشن بتاعه. طب اجمع كل واحده بالدايركشن بتاعها، فهيطلع ان المومنت عندي 1.5 والتنشن سايد لتحت. يبقى انا هاجي عند النقطة دي اللي هو عند الخط ده واقيس تحت الديتوم 1.5 واوصله بالنقطة اللي قبله. وناخد بالنا وانا بوصل النقطة دي بالنقطة دي لازم اجي عند الانترميديت هنج والمومنت يبقى بزيرو. طب السكشن اللي بعد كده اللي هو السكشن التاني ده برضو هحسبه من الرايت كلاود، فهلاقي ان عندي 0.75 تايم 2. وده بيلف ازاي؟ ده بيلف كلوكوايز. طب التنشن سايد المره دي فين؟ التنشن سايد المره دي فوق الداتا، يبقى انا هاجي على نفس اللاين ده واجي اقيس من الداتا لفوق 1.5 واوصل النقطتين ببعض. وبعد كده طبعا المومنت هنا بزيرو فوصلته بزيرو. ناخد بالنا ان الدروب اللي حصل هنا ده كان مقابل لل المومنت او الكابل اللي موجود. طب الفاليو بتاعته بتساوي كام؟ بتساوي 3 من 1.5 ل 1.5. لو انا جمعت المسافتين دول هيطلعوا ال 3 اللي هم الفاليو بتاعت المومنت. كده ابدا احط الاشارات بتاعتي اللي تحت الداتا موجب واللي فوق بالسالب واعمل الهاتشنج بتاعي. نيجي لمساله تانية برضو كانت ليفر بيم او كونتينوس بيم، هحلها المره دي برضو بطريقه الفصل على طول. تمام. طيب انا هفصل مكان الانترميديت هنج، فانا عندي الدي والاي هفصلهم، هيتقسموا عندي لتلات اجزاء اي دي وي دي اي وي اي سي. ده مكان ما فصلت مين فيهم شايل مين. خلينا نبص كده، ال A دي في عندي هنج وفي عندي رولر، فانا عندي تلاتة equation مع التلاتة unknown بتوعي. فالجزء ده قلنا بالمفهوم الصغير اللي عرفناه للاستاباتيك، الجزء ده يعتبر stable وشايل نفسه. طب الجزء E C هلاقي ان هو في عند الفيكسد سبورت تلاتة unknown وعندي تلاتة equilibrium equation، فبرضه الجزء ده شايل نفسه. طب الجزء دي E ده مفهوش اي سبورت، يبقى معنى كده ان الجزء دي اي ده متشال. طب تعالى نترجم الكلام ده، ابص الاقي اترجم ليه المنظر ده. ليه حطيت الدي اي فوق؟ لان احنا اتفقنا ان ما فيهوش اي سبورت فهو متشال. متشال على ايه؟ متشال على البيم دي ومتشال على البيم دي. طب احط فين السبورت؟ هحطه عند نقطه دي ونقطه اي، النقط بتاعه الانترميديت هنج. هنحط يا هنج يا رولر. طب احط فين الهنج واحط فين الرولر؟ مش فارق معايا لان انا ما عنديش اي اكس اصلا في المساله، فانا هبدا احط هنا هنج وهنا رولر. ده ترجمه ان البيم دي متشاله على البيم اي 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 دي ومتشاله على البيم اي سي. يبقى انا محتاجه ابدا احل البيم اللي فوق الاول واجيب رياكشناتها واعكسها تحت واشتغل على دي واشتغل على دي. طب نشتغل على البيم اللي فوق، في عندي اليونيفورم لود 3 تايم 6 اللي هو اللينس بتاعي، فهيجيب لي 18 في النص. ال 18 دول هيروح نصهم ليفت ونصهم رايت، فهيبقى عندي رياكشن هنا 9 ورياكشن هنا 9. اللي هعمله ان انا رياكشنات دي هتتعكس عند نقطة دي وهتتعكس عند نقطة اي. واتفقنا هتتعكس ليه؟ عشان لما اجي اجمع المسألة الاتنين يلاشوا بعض، فيبقى ما عنديش اي فرصة عند دي ولا اي فرصة عند اي. نمسك بعد كده البيم الاي سي او البيم الاي دي براحتي. انا همسك الاي سي واطبق عليها الايكوليبريم ايكويشن. سيجما الفورس في اتجاه الواي، فانا عندي هنا 9 فهيطلع في رياكشن 9. طبعا الاكس بزيرو ما عنديش قوة في الاكس. سيجما المومنت عند نقطة سي في ال 9 تايم 2، يبقى أنا عندي 18. يبقى عشان تتزن يبقى هيظهر 18 الناحية التانية. خلصنا البيم دي، ندخل على البيم التانية.
اقف عند نقطة ايه واخد سيجما المومنت للبيم ايه دي، بس انا مش شايفة دي ولا شايفة دي، انا خلاص خدت الافكت بتاع البيم اللي فوق اللي هو الناين، خلاص يبقى انا بشتغل على البيم اللي هي ايه دي بس، اخد سيجما المومنت عندها ايكوال زيرو، يبقى هيطلع لي الرياكشن اللي عند الواي اللي عند البيم، سيجما واي هيطلع لي رياكشن هنا، سيجما اكس رياكشن ده ايكوال زيرو. كده انا حليت المسألة تمام. طيب ابدأ بقى احط رياكشناتي على البيم وهي سليمة واشتغل عليها تمام. طب هو انا ينفع ارسم والبيم بتاعتي مفصولة؟ اه ينفع، المرة دي انا هرسم والبيم مفصولة، وده صح، وده ان انا احط رياكشنات اللي انا حسبتها فوق واشتغل على البيم وهي سليمة صح. بس دي كده ممكن نشوف ايه اللي اختلافها او ايه السهولة اللي هتظهر لنا لو انا اتعاملت مع البيم وهي مفصولة. ابدأ ان انا اخد السكاشن بتاعتي، ادي سكشن 2 3 4 5 6 7، من كل واحد من دول هنزل الفيرتيكال لاين بتوعي وابدا ارسم الديتم. طب انا عندي رسمه للنورمال؟ لا، ما عنديش اي هوريزونتال فورس او اي اكسيال فورس، فانا مش هرسم نورمال، في عندي شير، يبقى انا هرسم ديتم للشير. اجي اشتغل، انا هتعامل مع البيم وهي مفصوله، ابدا بالبيم الاولانيه اللي هي الاي دي، ناحيه الشمال هطلع مع الطالع وانزل مع النازل، فانا عندي هنا 7.3 همشي بيها كونستنت لحد ما يقابلني نيجاتيف 8، يبقى هنزل لنيجاتيف 0.67، همشي بيها كونستنت لحد ما يقابلني نيجاتيف 12، يبقى 12.67 بالنيجاتيف، همشي بيها كونستنت لحد ما يقابلني بوزيتيف 21.67، هطلع لي 9 بالبوزيتيف، من 9 ما عنديش حاجة، همشي كونستنت لحد ما يقابلني ال 9 اللي هي عند نقطة دي نازلة لتحت فنزلتني للزيرو. كده انا خلصت رسمة الجزء اللي هو ال AD. نكمل بقى ال DE. هاجي عند دي اي هيقابلني رياكشن طالع لفوق 9، فانا هطلع لفوق كده 9، وصلت تاني للنقطة دي، وبعدين في عندي من السكشن ده للي بعده قابلني الايكوفالنت بتاعت اليونيفورم نود اللي هي نيجاتيف 18، يبقى هتوصلني لنيجاتيف 9، اوصل ما بين النقطة دي والنقطة دي اللي هو اللاين بتاعي اللي بيمثل لي التغير في الشير كل ما اتحركت جوه اليونيفورم نود، وبعدين جيت عند نقطة اي قابلني بوزيتيف 9 طلعني للزيرو. خلصت البيم اللي هي الدي اي، ادخل على البيم اللي هي الاي سي، هلاقي ان بدايه النقطه في نيجاتيف 9، فهنزل من الديتم تاني لحد 9، بعد كده امشي بيها كونستانت لحد ما يقابلني بوزيتيف 9 وتقفل معايا المساله. كده انا اتعاملت مع ايه؟ اتعاملت مع كل جزء لوحده. طب لو انا ما كنتش اتعاملت مع كل جزء لوحده كان ايه اللي هيختلف؟ ولا اي حاجه، كان كل اللي هيحصل ان انا لما اجي من بعد نقطه بي اللي هي البوزيتيف 9 هفضل ماشيه كونستانت، جيت عند نقطة دي مفيش حاجة تغير لي قيمة الشير تمام، يبقى أنا خلاص ما حصلش عندي دروب. وبعد كده أدخل على اليونيفورم لود هيقابلني نيجاتيف 18، يبقى أنا كنت بوزيتيف 9، يبقى هوصل لنيجاتيف 9 وأوصل. مش هو ده نفس اللي حصل؟ أنا نزلت للزيرو وطلعت تاني للناين نتيجة الفصل، في النهاية وصلت للرقم بتاعي اللي هو الناين. يبقى أنا وأنا رسمة المسألة وهي سليمة هي نفس الرسمة وهي مفصولة، أبدأ أحط إشاراتي والهاتشنج. مومنت، مومنت بقى في الحقيقة هو أسهل كتير والمسألة مفصولة، برضه هنشوف ليه. حط الديتم بتاعي وأبدأ المومنت عندي في البداية بزيرو، أجي للسكشن اللي بعد كده اللي هو اللي هنا، في عندي ال 7.3 تايم ال 3 والتنشن سايد اللي تحت، فجاب لي الفاليو بتاعتي تحت، أوصل ده بده، أجي للسكشن اللي بعد كده هحسب من ناحية الليفت بتاعتي لأنها أسهل، أعمل الكلاود فيبقى عندي 7.3 تايم ال 6 وهي عندي ال 8 تايمز 3 كل واحده طبعا بالدايركشن بتاعها، فهجمعهم في النهايه جاب لي ان التنشن سايد لتحت بال 19، اوصل ده باللي قبله، ما عنديش يونيفورم لود يبقى التوصيل بتاعي سوليد. السكشن اللي بعد كده احدد هحسبه من الليفت ولا هحسبه من الرايت، طبعا انا شغاله على البيم وهي مفصوله، لو انا شغاله على البيم وهي مفصوله ايه رايك انا لو جيت حسبته من ناحيه الرايت؟ اسهل كتير جدا من ان انا احسبه من ناحيه الليفت. من ناحية الليفت عندي فورس 2 3 وابدأ اضرب كل واحدة بإشارتها واجمعهم، لكن من ناحية الرايت انا ما عنديش غير ال 9 تايم 2، يعني انا في النهاية هيجيب لي 18 والتنشن سايد لفوق، فمن هنا بقى ان انا اشتغل على المومنت والبيم مفصولة اسهل كتير. طبعا انا لو كنت عملت الكلام ده هنا ما كانش ينفع ان انا اقف هنا واقول ان انا هحسب الجزء ده بس، لان انا كده مش شايفة فورس عندي، فهتقولي ان المومنت بزيرو، طبعا الكلام ده مش صح. انا لو وقفت على البيم وهي سليمة واقول ان انا هحسب المومنت عن سكشن بي من ناحية اليمين، فأنا كده المسألة كلها باخدها لحد نهايتها، فمن هنا ظهر فايدة الفصل إن أنا في الأماكن اللي جوه أقدر إن أنا أحسب المومنت عندها بسهولة. طب أوصل الـ 18 باللي قبله برضو ما عنديش يونيفورم لود، يبقى أنا عندي خط لينير
السكشن اللي بعد كده intermediate hinge المومنت عليه وانا مغمضه زيرو هوصل لزيرو. السكشن اللي بعد كده برضو intermediate hinge فالمومنت عليه لزيرو. الله يعني البيم دي اي المومنت عليها بزيرو؟ لا، المومنت دي اي بدايتها زيرو ونهايتها زيرو، بس في ما بينها مومنت. ده هيظهر بسبب ايه؟ هيظهر بسبب اليونيفورم لود، الايفكت بتاع اليونيفورم لود. يبقى انا اكني جبت بدايه البارابولا زيرو ونهايتها زيرو ووصلت كده بينهم الداش لاين، واجي اعلق البارابولا بتاعتي من النص اللي هي ده بيقول سكوير اوفر 8. 3 تايم 6 سكوير اوفر 8 هيجيب لي 13.5. اخر حاجه عندي عند السبورت سي، في عندي 18 والتنشن سايد لفوق، يبقى انا هطلع لفوق 18 واصلها بالزيرو سوليد عشان ما عنديش يونيفورم لود. اعمل الهاتشنج بتاعي والاشارات كده، رسمه البندنج مومنت خلصت. يبقى احنا كده اتعلمنا حاجه جديده، ان انا ازاي افصل عشان احسب رياكشنات، والفصل ده بيسهل لي ايه لو انا هرسم رسمه المومنت بتبقى اسهل كتير وانا بتعامل معاها وهي مفصوله. لكن طبعا ان انا ارجع للمساله الاصليه واحسب المومنت ده صح، ان انا اشتغل عليها وهي مفصوله ده برضو صح. وكل واحد بقى بيرجع لاختياراته والتفكير بتاعه يوصله ايه الاسرع عنده. مساله كمان هتعامل بقى مع دي المره دي وهي سليمه. طب عايزه احسب رياكشناتي، في هنا 2 وفي هنا 3، طبعا الاكس ايكوال 0 فالرياكشن الافقي راح. طب اجيب الرياكشنات هنا ازاي؟ هقدر ان انا عند نقطه اف من ناحيه الرايت الايكويشن فيها 2 انون الواي بي والواي سي، من عند الاي رايت الايكويشن فيها نفس ال 2 انون احلهم مع بعض جبت ده وده. سيجما الواي هجيب الواي ايه، سيجما المومنت عندي اي ليفت هجيب الرياكشن اللي عند نقطة ايه. طبعا اليونيفورم لود ده ال 2 تايم 4 فهيجيب لي الايكوفالنت بتاعته في النص 8، وعندي هنا 1 تايم 1 فهيجيب لي 1. والرياكشنات بتاعتنا خلاص حسبناهم، سواء الواي بي والواي سي او الرياكشنات اللي عند نقطة ايه. نبدأ نحدد السكيشن بتاعتي، سكشن 2 3 4 5 6 7 8. هنزل من كل مكان من دول vertical line. نقف بس هنا، هو انا ليه نزلت هنا في نص اليونيفورم لود سيكشن؟ الموضوع ده ملوش علاقه ابدا بالايكويفالنت فورس، انا نزلت هنا سيكشن عشان مديني اكسترنال لود بتاثر على اليونيفورم لود. يعني لو كانت السيكس دي مش موجوده فانا كنت هاخد السيكشن اللي في بدايه اليونيفورم لود ونهايته عادي جدا، بس المره دي نزلت من النص عشان خاطر الفيرتيكال اكسترنال لود اللي هو مديهاني. طبعا كان ممكن يديهاني مش في النص، يمين شويه او شمال شويه، فايا كان مكانها كنت هنزل منها اللي هو مكان السكشن. الديتوم بتاعي ما عنديش نورمال فخلاص النورمال بزيرو، ابدا برسمه الشير على طول شغاله من الشمال هطلع مع الطالع. فانا عندي 3.5 طالع لفوق، من السكشن ده اللي بعده قابلني نيجاتيف 1 اللي هي الايكوفالنت فورس، يبقى هوصل ل بوزيتيف 2.5 واوصل خط مايل ما بينهم. طب عند السكشن ده في تشنج حصل في الشير؟ لا، ما عنديش كونسنتريتد لود، يبقى هفضل ماشيه كونستانت. هنا في حاجه اتغير لي قيمه الشير؟ لا، هفضل مكمله لحد ما وصلت لنيجاتيف 6 وانا 2.5، يبقى هنزل لنيجاتيف 3.5 وامشي بيها كونستانت. قابلني نيجاتيف 4 يبقى هوصل لنيجاتيف 7.5 وامشي بيها كونستانت لحد ما اوصل لي رياكشن اللي هو 16.375 بالبوزيتيف، هيطلعني فوق لحد 8.875. طيب وبعدين هاجي بقى من السكشن ده للسكشن اللي بعده، ايه الشير اللي ظهر عندي؟ الشير اللي ظهر عندي هو شويه اليونيفورم لود دول بس، ده بس اللي ظهر عندي. طب الايكويفالنت بتاع دول كام؟ انا عندي ال2 تايم 2 يبقى انا عندي نيجاتيف 4. نيجاتيف 4 وانا كنت بوزيتيف 8 يبقى انا هوصل لكام؟ هوصل ل هوصل ل بوزيتيف 4.8 واوصل خط مائل. طب وصلت عند النقطه دي في حصل تشنج في الشير؟ ايه اللي هيخلي فيه تغير في الشير يظهر ال6 بتاعتي دي؟ ال6 اللي هي الايكويفالنت اللي هي الاكسترنال لود مش الايكويفالنت، انا مش شايفه دي اصلا. يبقى انا هنزل كنت بوزيتيف 4 قابلني نيجاتيف 6 يبقى هوصل ل نيجاتيف 1.125. طب من السكشن ده للي بعده هلاقي ان حبه اليونيفورم لود دول هما اللي هيعملوا لي تغير في الشير. طب دول برضو 2 تايم 2 يبقى نيجاتيف 4 ونيجاتيف 1 يبقى انا هوصل لنيجاتيف 5.125. قابلني بوزيتيف قفل معايا رسمه الشير، ابدا احط الاشارات والهاتشنج بتاعي. نيجي لرسمه المومنت. المومنت عندي في البدايه في مومنت التنشن سايد بتاعه لفوق بال3،
يبقى انا هطلع فوق الديتم 3. السكشن اللي بعد كده انترميديت هنج، وانا مغمضه المومنت عنده ايكوال 0، احط هنا 0 واوصل ال 3 بال 0 داش على بارابولا. البارابولا دي التروب بتاعها دبليو اللي هي 1 في ال سكوير برضو 1 على 8. نيجي للسكشن اللي بعد كده، ده مومنت، اتفقنا ان ناخد سكشن قبله وسكشن بعده. طب السكشن اللي قبله هاجي احسب من ناحيه الشمال، هيظهر الثلاثه اللي هو المومنت بتاع السبورت، في عندي الايكوفالنت فورس اللي هي الواحد مضروبه في المسافه من هنا لحد مكان السكشن اللي هي ال 1.5، منساش رياكشن اللي هو ال 3.5 مضروبه في المسافه 2. طبعا كل واحده بالدايركشن اللي بتلف بيه، اجمع كل ده فهيطلع لي 2.5 والتنشن سايد لتحت. يبقى هاجي عند السكشن ده وانزل لتحت 2.5 ووصل باللي قبليه سوليد لاين لان ما عنديش يونيفورم لود. السكشن اللي بعد كده، ايه السكشن بعد كده؟ فرقه ما بين السكشن اللي قبل واللي بعد هو وجود المومنت. يعني انا اقدر اخد الفاليو بتاعت السكشن ده اللي هي ال 2.5 بالتنشن سايد بتاعها لتحت واضيف عليها المومنت ده. طب اضيفه ازاي؟ انا عندي ال 2.5 بتلف ازاي؟ بتلف كلوكوايز. طب وبالنسبه لل 2، ال 2 دي بتلف ازاي؟ برضه كلوكوايز. يبقى احطها كلوكوايز، اجمع الاثنين مع بعض يبقى هيطلعوا 4.5 والتنشن سايد لتحت. يبقى هقيس من الديتوم لتحت 4.5 واوصل ما بين ال 2 بوينت اللي على نفس الخط. سيكشن بعد كده هبدا احسب من ناحيه الشمال، في عندي الثلاثه احطها، في عندي الايكوفالنت فورس مضروبه في 2.5، في الرياكشن اللي هو 3.5 تايم 3، وفي المومنت اللي هو بيلف كلوكوايز احطه بيلف كلوكوايز. ابدا اجمع كل واحده بالدايركشن بتاعها فهيطلع عندي 7 بيلف كلوكوايز التنشن سايد بتاعه لتحت. يبقى هيجي عند السكشن ده واقيس لتحت 7 واوصل باللي قبله. السكشن اللي بعد كده ده انترميديت هنج، يبقى وانا مغمضه 0. طب والاربعه؟ انا مالي ومال الاربعه؟ مش تعمل مومنت عند نقطه الفاصل، يبقى هنا هوصل ده بزيرو. السكشن بعد كده احسبه شمال ولا يمين؟ انا يعني كده بدات اقرب من ناحيه اليمين، طب يبقى نشتغل من ناحيه اليمين. ايه بقى المومنت اللي هيظهر؟ في عندي الرياكشن اللي هو الواي سي تايم 4 وبيلف انتي كلوكوايز احطه باتجاهه. في عندي الستة اللي هي الاكسترنال بتلف كلوكوايز مضروبة في 2، في عندي الايكوفالنت فورس اللي هي الثمانية مضروبة برضو في 2. اجمع كل ده هيطلع ان المومنت التنشن سايد بتاعه فوق 7.5. يبقى هاجي من الديتم واقيس لفوق 7.5، هوصل باللي قبله ما زلت من اف ل بي ما عنديش يونيفورم لود، يبقى هوصل سوليد لاين. السكشن اللي بعد كده اللي هو عند السيكس، ليه وقفت وحسبت هنا تاني؟ عشان الاكسترنال لود بتاعتي، ماليش دعوه بالايكوفالنت. اليونيفورم لود لو كانش عليه اكسترنال لود كنت هحسب في بدايته ونهايته زي ما احنا متعودين. طب اقف عند السكشن ده واحسب برده من ناحيه اليمين اسهل، فهلاقي ان عندي ال 5 اللي هو رياكشن تايم 2 بيلف انتي كلوكوايز، في عندي كمان اليونيفورم لود من هنا اللي هو من سي لحد ال 6 ده بس، اللي هو الايكوفالنت بتاعته 4 تايم 1، فهيجيب لي اللي هو 6.25 والتنشن سايد لتحت. اوصل النقطتين ببعض عندي يونيفورم لود، يبقى التوصيل برابولا. بعد كده اوصل 6.2 هنا بالزيرو واعلق برابولا، ادي كده وده الداش لاين بتوعي، وعلق التو برابولا الدروب بتاعهم بقيسه من نص السنتر، لا من نص اللي هو الداش لاين عمودي على الداتا، واحط الاشارات. وكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو ده. ان شاء الله الفيديو اللي جاي برضو هنكمل مسائل مختلفة اكتر للانترنال فورس بالنسبة للبي.